جميل جميل. بقصد استاذ جميل. نعم خير، شبيك؟ الله ينعم عليك. صباح الخير بالاول. صباح النور. تفضل معي لجوا، عايزتك بشغله خاصه. عفوا عندي شغل بعدين. بدي اياك بموضوع ضروري. شو هالموضوع؟ ما بقدر احكي، بيسمعونا الجيران خاصه يدبن تحسين. فتلك شوي. ما بقدر، خلص بعدين بنحكي بالموضوع بعدين. لك شو بك مستعجل؟ بكير لسه على الدوام ولا بدك تقابل وحده قبل الدوام؟ عفوا لو سمحتي، هذا مو شغلك. مو شغلي. روح، بعرف انه مو شغلي، معك حق. على كل مطمنة، انا لا شفتك انت طلعت ولا شفتك انت رجعت، ما راح اخرك كثير، بدي اسالك سؤال واحد بس. خير، شو السؤال؟ هلا فرضا مثلا، يعني عم اقول مثلا انه انا ما بعت المصاري لابني بخور فكان، او انه ابني مثلا رجع لي المصاري، شو ممكن انا اساوي فيهم؟ مبينه يعني، يا بتحطيهم بالبنك، يا بتتاجري فيهم، يا بتتحشيهم بفرشه وبتنامي عليهم. هي الثالثه جربتها وما عجبتني، قصدي ما بدي اجربها، بخاف تتكتل تحتي المصاري ويجعني ظهري. معناتها ما بي قدامي غير يا بتحطيهم بالبنك يا بتتاجري فيهم. بايش بدي تاجي؟ حيالله شيء. وبركي خسرت. لك هيك الدنيا، يا ربح يا خساره. تفوتي لجوا ولا هيك؟ ما بدي هالتجاره بلا، بطلتها، ما عاد بدي. معناتها ما بي قدامي غير تحطيهم بالبنك، هيك بيعطوكي فايده على مأمن. بيقولوا الفائدة حرام. لك تعي، وين رحتي؟ تعي من هون. هلا وقتك تقطع. حرام يعني حرام الفائدة، ايه حرام. لكن شو بدي ساوي بالمصاري؟ هلا إذا رجع لي ياهم ابني، ها اللي عطيته ياهم بخور فكان، لشي تاجر شاطر يشتغل فيهم. سمعت في تجار عم ياخذوا من العالم مصاري ويعطيهم أرباح طائلة جدا عليهم، شو رأيك؟ لا اوعك اصحك، كل شيء لا انفخيلي. كل شيء إلا هالشغلة، ها اوعك تتورطي، لأنه أول شيء بيعطوكي أرباح شهر شهرين، بعدين بيقشوا المال والرأس مال وبيروحوا. اوعك تتورطي. ها طب بردي، شو بدي ساوي لك؟ يعني والله ما بعرف شو بدي قلك. على كل حال، من هون ليرجع لك المصاري ابنك بنلاقي له حل. كتر خيرك اللي نبهتني. لك فوتي بان العمى بقلبك، العمى. يلا أنا راي على شغلي. طب بعدي من خلقتي. لك ليش لحقتي؟ ليش لحقتي؟ ما استفدت منه شي، فوتي لجوا قدامي. يلا تروحي قتل ما اسألي. لبلش بتحضير السحر. شو أول شي قالت لي يا هنا؟ شو أول شي؟ شو أول شي؟ إي بليكي بقتلك، اتذكري شو أول شي؟ إي لازم فضي السحر بجاط براسك. قلت لها ما عندي، قالت لي بعطيكي، تنعطى لطشي. راحت على الشغل وما جابت لي إياه. يلا رح حطهم بالطنجرة. ماشي حالة. سبع كاسات مي، ملح أبيض، فلفل أسود، فليفلة حمرة، نعناع أخضر، كمون أصفر، سبع معالق. لنبدأ نعجن السحر. كاسات مي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبع معالق. أيوة بلش بالتتبيلة. ملح الأبيض، فلفل الأسود، فليفلة الحمرة، نعناع الأخضر، كمون الأصفر. لك شو هالجن الأصفر هاد؟ رح يجنني. منين نقلها لهالوصفة؟ ركب سطلاي، معناتها نقلة من طبق النجوم. زرع بطاطا، حصدوا بطيخ، بطيخ جاء على بالي البطيخ.
لحدا يناقشني عيني جاء على بالي البطيخ. نهان انتي فاضيه اليوم تنزلي مع السوق مشان تدليني على المحل اللي اشتريتي منه الكرسي الهزاز؟ لانه انا بدي اشتري كرسي هزاز لبيتي. مع اساس بطلتي تشتري؟ بالاول بطلت، بعدين بطلت التبطيله الاولى وقررت اني انا اشتري لانه بدي غير عفش البيت. انا هنا معناتها تامنوا المصاري منين؟ من محمود. محمود مع اساس رفضت طلبي؟ هي رفضت وبطلت، بعدين بطلت لها تبطيلتها وخليتها تترجاني ناخذ منها المصاري. شلون؟ قلك ولا ما قلك؟ قولي. لا انتي فسادة، كل وزارة السياحة بتقول عنك فسادة، فسادة، انتي ليش فسادة صحيح؟ فسادة. زعل منك انا احكي. ما بتفسدي لحدا؟ لا. فسادة. احكي. ما بتفسدي؟ والله ما بفسد. طب اسمعي قلي. لشوف السحر إذا استوى ولا لا. إيش هو هالسحر بشهي ريحته بتنعش الفؤاد. يا سلام بلش يخنفر قنفرة. هلأ بس طالعوا يستوي رح أكلهم كلهم. عيلي درويش طلع لون ريش، صاروا على الموضة دفعوا بخشيش. فشر ما في بخشيش. بدي أكلكم كلكم، بدي أكله للسحر كله. وبدها تاكله؟ طبعا بدها تاكله، بتاكله لكن ما بتاكله وبتاكلك معه مشان تربى. والله برافو عليك يا هنا، طلعتي خرجة. طبعا، لكن بس شاطرة فايتي طالع عندي على غدا وفطور وعشاء بدها تاكله. طيب ابنك شو هالسحر ها؟ بدي اكله لو كان سم. الله احسن بوفر غدا اليوم. على طبق النجوم قال الله لا يوفق طلعوا النجوم من عيوني. ماما طولي البابا جهد. هلا ما فيك تستنى ولا دقيقة؟ بطنه بينخزو. سكوت انت ما عم احكي معك، عم احكي مع الماما. مرحبا دمقول. اهلين بابا. ان شاء الله عم تتواب كمان. اهلين جميل. ليش؟ طمني شو صار معك؟ بشو؟ مشان السعدان؟ ان سعدان؟ ان شاء الله بدكم تجيبوا لنا سعدان على البيت؟ لا لا تخاف، مو ناقصني سعدين، عندي اثنين بكفوا. خلص بنشوفه اليوم الساعة 4 ان شاء الله. ايه يعطيك العافية. يلا حبيباتي مشان نتغدى هلا كلنا سوا، بدي لحق الموعد ها؟ يعني بدك تقابلي سعدان الساعة 4؟ خذيني معك الله يخليكي. ايه ماما الله يخليكي، وانا كمان جاي على بالي شوف سعدان. انت تطلع بحالك على المرايه بتشوفه، اما انا بروح مع الماما لانه عندي موضوع انشاء عن السعادين. إيه لا تتقاتلوا، لا انت ولا هو راح تروحوا معي، بعدين احنا مو رايحين لعند السعدان اللي ببالك وباله. حدا بياخذ موعد مع السعدان ولك ارجيله؟ لك شو هو امي؟ السعدان هاد دكتور اسمه سعدان وانا رايحه لعنده لانه بطني عم يوجعني. قالت لي ما اترك الوتك. اللي ما قال لي هالجني الاصفر الملفلف كل المعالق السبعه. باكلهم باكلهم بس مو هون المشكله. لعمة جواد يا بطني، يا بطني وليه
أمي، ما في غير كاسة نعنع. قولي إيه. لك لك شي شي لك لك شي شي. ايه سليم، ليك وابوك قدامك، احكي له لشوف. احكي بابا شو بي. ما في شي بابا، ما في شي. شلون ما في شي؟ امبارح سرقتني وانت تقلي وين البابا، بدي احكي له. ليك قدامك احكي له. احكي بابا لا تخاف احكي. حكيت لك امبارح موضوع تبع ال شو تبع تبع شو؟ ذكرني. ما في داعي ننبش الموضوع، منيح يلي انفض على خير. لك أدو موضوع شو عم تحكي انت؟ احكي. غير مره بذكرك من كل حالنا محضوره هلا. شو محضوره؟ هلا عم تخبي على امك واخوك، ما في حدا غريب. احكي بابا احكي. بعدين بابا بعدين، مشانك مو مشاني. انا لا تاكل امي قبلان، احكي. اسمع مني وانسى الموضوع، انا نسيته. لا تفتح على حالك ابواب مسكره احسن لك. يا سيدي انا قبلان، احكي. ذنبك على جنبك، امبارح وقت اللي وصلت التيت لعند بيت خالتك، مو قلت لك اجاك تليفون؟ ما تذكرت. انو تليفون؟ ذكرني ذكرني. اكل هلا بعدين بقول لك من مين. ما راح اكل لحتى تذكرني من مين. من مين؟ خلاص هلا مو وقتها، بعدين بابا بعدين. لا مو بعدين، هلا بدك تحكي. جميل شباك، خلي الولد ياكل بعدين بحكي لك. لا هلا بدي احكي، تنحت انا، بلكي المكالمه اللي انا نسيتها ضروريه. احكي. من جهة ضرورية هي ضرورية كتير. لكان احكي احكي، الله يجبرك احكي. بعدين بابا بعدين، من كل حالة بذكرك. ليه عم تغمزني بعيونك على امك؟ انا ما في اسرار بيني وبين امك، كله مكشوف باين. اللي بيسمعك بيفكر اني عم قابل نسوان انا من ورا ظهرها لامك. جميل لا تقهر حالك، لا تاخذ بكلامه، هذا ولد ما بيتاخذ بكلامه. لا تاخذ كلامه، والد ما ياخذ على حكي. ما الله يسامحك اخ، بس لو ما اني خايف عليك كنت حكيت. اصلا لو كنت رجال كنت حكيت. ايه ما بدي هالمرجله، ما بدي اخرب بيتنا بايدي، خليني ساكت احسن لي. جبان انت خروق، لو قبضاي بتحكي. جبان ايه انت جبان. مشان الله احكي، خلص احكي. شايفه النعنع ما روح لي الوجع، بالعكس صار بزديان. بدك شوية زيت. لا 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 بس بقى استحوا، لا ما بقلبكم. لا لا عيب ماما، عيب استحي شوي. يلا ما في حدا. لا 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 لا